نادين أبو زكي، أنا المؤسسة والرئيسة لجمعية ريد أوك يلي هي تأسست بال 2017. جمعية ريد أوك أطلقت مبادرة ريد أوك بلايند فريندلي ماركت أو سوبر ماركت صديق للمكفوفين، وهذا فايدة المبادرة هي تسهيل الحياة اليومية للمكفوفين وضعيفين البصر مشان يقدروا يشتروا أغراضهم بطريقة سهلة. فتم تدريب الموظفين بالسوبر ماركت منشان يتواصلوا مع المكفوفين، منشان يعرفوا كيف بدهم يستقبلون بالمحل، يمشوا معهم، يحكون عن المنتجات بالتفاصيل، عن أسعار المنتجات، عن العروضات اللي موجودة بالمحل. عممنا مبادرة سوبر ماركت صديق للمكفوفين على 3 سوبر ماركتس بلبنان. نحن أطلقنا هذه المبادرة كمان بالتعاون مع مدرسة بلست لذوي الاحتياجات الخاصة، وسوبر ماركت باني هي قريبة من مدرسة بلست، وحبينا أنه يصير فيها التواصل بين المدرسة يلي فيها مكفوفين وبين الميني ماركت. في كمان شغلة مبادرة تانية عملناها ضمن هيدا المشروع، انه يصير في بيع لمنتجات المكفوفين بداخل السوبر ماركت يلي عم نتعاون معه. هيدا مشروع لأي كفيف من أي جنسية من أي بلد. أنا اسمي آنيس باكجيان، وأنا مجوزة وساكنة بشرفية وعمري 48 سنة، وإجمالاً بجمع مرتين ثلاثة، يعني إجمالاً بجي على السوبر ماركت بشتري أشياء غراض. هون الشباب وصبايا بس أطلب منهم المساعدة بيساعدوني. هاي فكرة كتير حلوة لأن قبل ما كان فيها الأشياء، كنا خاصة نحن المكفوفين كنا عم نلاقي صعوبة كتير إنه نسأل حدا يساعدنا عن الأسعار وهالأشياء. من 21 25، هيك كمان 1000، هيك 24، 5. شكرا.